زميل بدر العتيبي متواصلين أعزائي المتابعين مع انطلاقة أشواط المساء في هذه الليلة وفي ثاني أيام هذا السباق المحلي السابع، حيث تنطلق الأشواط وانطلق قبل قليل شوط الخامس. هذا الشوط الثالث يعتبر للبكار ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول السبعة لسعيد بن محمد بوضع المري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم بنت شاهين لحمد بن علي بن حمد بصلع المري على المركز الثاني دور المركز الثالث، ومن تتقدم على المركز الثالث الجزيرة لعبد الهادي بن علي بن جار الله آل بريد على المركز الثالث شعار بن ذروة. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم على رابع المراكز وتتسلل من الجانب الآخر جزر لعلي بن فاران بن علي بن حمد المري، ولكن دخول وتسلل على المركز الرابع من قبل الدوحة لمحسن بن عميران بن بجاش بن عايض آلف هيدة، ولكن أيضا دخول على المركز الخامس وتقدم من قبل من تتقدم وسام لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم، وعودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المراكز المتقدمة الأولى، حيث تقدمت وانتزعت المركز الأول الجزيرة بشعار بن ذروة عبد الهادي بن علي بن جار الله آل بريد، انطلقت على المركز الأول على صدارة الشوط المركز الثاني، ومن تتقدم وتصل فيه بنت شاهين حمد بن علي بن حمد بوصلعه المري. المركز الثالث التقدم من قبل رموز، تتقدم رموز لسالم بن صالح بن سالم نابت على المركز الرابع. المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع التقدم من قبل مغادرة لجار الله بن عبد الله بن جار الله النابت شعار بن بخيت على ما يبدو المركز الخامس، وصلت مظنة لمحسن بن علي بن فراج. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم، عودتنا لي بن ذروة، عودتنا يراعي الجزيرة على المركز الأول عبد الهادي بن علي بن جار الله البريد يقدم لنا الجزيرة على المركز الأول في هذا الشوط الثالث للبكار، ثالث أشواط البكار في أشواط المساء. أشواط المساء تتميز عن غيرها من الأشواط بالقوة وبالندية وبالإثارة، إذن فائز بشوط في الصباح وفي المساء ناموس لا شك في ذلك، ولكن أشواط المساء تتميز بقوتها وأيضا النوعيات القوية التي تمتاز بالسرعة وبالثبات وبالصبر في أشواط المساء. ما زالت الجزيرة على المركز الأول لعبد الهادي بن علي بن جار الله البريد. ارصد يا مخرجنا هذا الوصول، وصلت في هذه اللحظات رموز سالم بن صالح بن سالم النابت، وشعار بن فراج يصل على ظهر مظنة، أيضا تصل مظنة محسن بن علي بن فراج على المركز الثالث، وثلاثية نارية في هذا الشوط. انطلقت الأسماء. المركز الرابع مغادرة جار الله بن عبد الله بن جار الله البخيت. المركز الخامس، ومن تتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات دينه لسالم بن محمد النابت، ولكن عودتنا إلى الرقص مع الكيلومتر الأخير، انطلقت رموز وتلاحقها مظنة ورموز. شوط قوي لمناموس الشوط من هؤلاء المضمرين. رموز هي الأقرب للفوز، سالم بن صالح بن سالم النابت ومحسن بن علي بن فراج مع المركز الثاني. تحركت مظنة وانطلقت رموز والعصا قوس. رموز ومظنة تحاول. هل هي النقطة الثانية لمالك رموز لسالم بن صالح بن سالم النابت بعد فوزه قبل قليل بشوطنا الثاني، أم يكون لبن فراج كلمة في هذا الشوط؟ محسن بن علي بن فراج، مظنة ورموز. انطلقت رموز والنقطة الثانية لهذا الشعار بعد فوزه قبل قليل بشوط البكار الماضي. إذن
مالك رموز سالم بن صالح بن سالم النابت يختطف ناموس الشوط، يختطف المركز الأول والنقطة الثانية. سلام يا رموز، سلام سلام يا سالم بن صالح، سلام على هذا الفوز المستحق، تهانينا. والناموس سالم بن صالح بن سالم النابت المركز الثاني، رموز محسن بن علي بن مبارك بن فراج المركز الثالث، فتنة لعلي بن سالم بن عبد الهادي البريس. المركز الرابع وصلت منصورة لعلي بن مسعود بن علي آل شعفول. المركز الخامس وصلت لهف لمحمد بن صالح بن حنظل آل طلاب الفيدي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحبل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في شوطنا الخامس، يعتبر هذا الشوط الثالث لفئة البكار. وهذه رموز تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الأربعة كيلومترات في 6 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رموز سالم بن صالح بن سالم النابت المري، تهانينا. والناموس المركز الثاني وصلت فيه مظنة حيث قطعت المسافة في 6 دقائق 14 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا لمحسن بن علي بن فراج المركز الثالث. ومن وصلت على المركز الثالث في هذا الشوط الثالث للبكار وصلت فيه فتنة، قطعت المسافة في 6 دقائق 19 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك فتنة علي بن سالم بن عبد الهادي البريص، تهانينا.